بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله في كتابه الملخص في شرح كتاب التوحيد عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. مما يستفاد من الحديث: أولا، فضيلة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيث عرضت عليه الأمم. ثانيا، أن الأنبياء متفاوتون في عدد أتباعهم. ثالثا، الرد على من احتج بالأكثر وزعم أن الحق محصور فيهم. رابعا، أن الواجب اتباع الحق وإن قل أهله. خامسا، فضيلة موسى عليه السلام وقومه. سادسا، فضيلة هذه الأمة وأنهم أكثر الأمم اتباعا لنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. سابعا، فضيلة تحقيق التوحيد وثوابه. ثامنا، إباحة المناظرة في العلم والمباحثة في نصوص الشرع للاستفادة وإظهار الحق. تاسعا، عمق علم السلف لمعرفتهم أن المذكورين في الحديث لم ينالوا هذه المنزلة إلا بعمل. عاشرا، حرص السلف على الخير والمنافسة على الأعمال الصالحة. الحادي عشر، أن ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. الثانية عشر، طلب الدعاء من الفاضل في حياته. الثالثة عشر، علم أو علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر أن عكاشة من 70 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، فقتل شهيدا في حروب الردة رضي الله عنه. الرابعة عشر، فضيلة عكاشة بن محصن رضي الله عنه. الخامسة عشر، استعمال المعاريض وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم، حيث لم يقول للرجل الآخر: لست منهم. السادس عشر، سد الذرائع لئلا يقوم من ليس أهلا فيرد، والله أعلم.